التاسعة تماماً بتوقيت الجزائر، موجز إخباري. أهلاً بكم في المستهل. هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون نظيره الصيني بمناسبة انتخابه مجدداً رئيساً لجمهورية الصين الشعبية في رسالة هذا نصها: صاحب الفخامة السيد شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، فخامة الرئيس والصديق العزيز، بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً لجمهورية الصين الشعبية من قبل المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، يسعدني أن أتوجه إليكم باسم الجزائر شعباً وحكومة وأصالة عن نفسي بأصدق التهاني، مشفوعة بتمنيات الخالصة لكم بموفور الصحة والعافية والسداد في أداء مهامكم النبيلة، وللشعب الصيني الصديق اطرادي الرفاه والازدهار. كما لا يفوتني أن أشيد بعمق علاقات الصداقة والتضامن والتعاون التاريخية التي تجمع الجزائر بالصين، مما يحفزنا على مواصلة العمل سوياً قصد تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة والارتقاء بها إلى مستويات أرحب تعكس طموحات شعبين صديقين وتحقق مصالحهما المشتركة. وإذا أجدد لكم أخلص عبارات التهنئة وأصدق التمنيات لكم بالتوفيق والنجاح، تفضلوا فخامة الرئيس والصديق العزيز بقبول فائق عبارات المودة والتقدير. في التعاون الطاقوي، وعلى هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة سيراويك 2023 بمدينة هيوستن الأمريكية، تحدث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب مع رئيس شركة شيفرون الأمريكية للاستكشاف والإنتاج، حيث بحث الجانبان فرص الاستثمار والشراكة بين مؤسستي سوناتراك وشيفرون في مجال البحث والاستكشاف عن المحروقات واستغلالها من أجل توسيع قاعدة احتياطات البلاد من المحروقات. كما التقى عرقاب مع المدير العام لشركة أوكسيدونتال بتروليوم، حيث تركزت المحادثات حول دراسة حالة التعاون بين المؤسستين. عرقاب التقى أيضاً شركة بي بي جي إنرجي الأمريكية لخدمات الكهرباء والبترول، حيث ناقش الجانبان ملفات تبادل الخبرات التكنولوجية الحديثة في مجال التمويل الكهربائي. يشرف بعد قليل وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي على افتتاح فعاليات ملتقى حول آليات تمويل المشاريع السياحية في الجزائر بالمدرسة العليا للإطعام والفندقة بعين البنيان. الملتقى يتطرق إلى موضوع التمويل التقليدي والإبداعي بالإضافة إلى محاور أخرى، وعن هذا الموضوع نربط الاتصال مباشرة من عين البنيان بمايا خرفي. مايا، ضعينا بالتفصيل في صورة هذا الملتقى. صباح الخير، نحن الآن بملتقى آليات تمويل المشاريع السياحية والفندقية في الجزائر في طبعتها الأولى من تنظيم الفيدرالية الوطنية للفندقة والسياحة، وذلك بحضور وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد ياسين حمادي، وكذا الجمعيات وخبراء وأصحاب المشاريع الاستثمارية السياحية. وهذا الملتقى يحتوي يعني على محورين: التمويل التقليدي والتمويل الإبداعي. وبعد قليل تنطلق فعالية هذا الملتقى. شكرا لكم. شكرا لك مايا على كل هذه التفاصيل، ننتظر تفاصيل أوفى في نشراتنا اللاحقة. دوليا، وفي ملف الصحراء الغربية، صادق برلمان كاتالونيا على نص قرار يدعو الحكومة الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الصحراوي. وأكد نص القرار الذي صادقت عليه كافة الأحزاب السياسية المشكلة للبرلمان على موقف الهيئة التشريعية الكاتالانية الداعمة للحل العادل والدائم للقضية الصحراوية على أساس مقتضيات القانون والشرعية الدوليين وقرارات الأمم المتحدة، إلى احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. نحن على استعداد للمساهمة في البحث عن حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان، يتماشى وقرارات الأمم المتحدة ويحترم مبدأ أساسيا ألا وهو حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وندعو الحكومة الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الصحراء الغربية مع العمل على تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي
ومن هذا المنبر نستنكر انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل المغرب بالمناطق المحتلة. في المغرب حذرت أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية مغربية من استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلاد، خاصة مع استمرار انهيار القدرة الشرائية والإمعان في التضييق على الحريات والزج بالمدافعين عن حقوق الإنسان في السجون بتهم مفبركة. في الرياضة، ولحساب الجولة الرابعة لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، تواجه اليوم شبيبة القبائل فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية بملعب 5 جويليا الأولمبي. الشبيبة التي تتقاسم الصف الثاني مع بيترو أتليتيكو الأنغولي بـ4 نقاط خلف رائد المجموعة الوداد البيضاوي، يسعى إلى التدارك للتأهل إلى الدور ربع النهائي للمنافسة القارية. هذا وبإمكانكم مشاهدة المباراة على القناة الأولى للتلفزيون الجزائري ابتداء من الساعة 8 مساء، كرويا دائما لكن هذه المرة محليا، ومواصلة للجولة 19 لبطولة الرابطة الأولى موبيليز، تستقبل اليوم جمعية شلف فريق مولودية وهران. هذا وأسفرت نتائج أمس لهذه الجولة بفوز أمل الأربعاء على شبيبة الصورة بهدفين دون رد، فيما تعادلت مولودية البيض أمام اتحاد بسكرة بهدف في كل شبكة. نبقى في عالم الرياضة، وبنكهة السياحة والاستكشاف تتواصل فعالية طواف الجزائر للدرجات الهوائية، حيث تجري اليوم المرحلة الخامسة لهذه المنافسة بين مدينتي باتنا وسطيف على مسافة تقارب 144 كيلومتر. هذا وفاز أمس الدراج الجزائري حمزة ياسين بالمرحلة الرابعة التي امتدت على مسافة 121 كيلومترا بين مدينتي بسكرة وباتنا، مسجلا بذلك الفوز الثاني له في هذه الطبعة. الحمد لله خلاص نتفوق على المرحلة. كما نقول لك أنا ما كنت متأكد بحال نفوز، أنا ما كنت تعبان من أول انطلاقة، وأنا نقول مقادرة نكمل المرحلة اليوم، حتكون صعبة، راح نقول خلاص لازم نعمل كوراج شوي، إحنا خلاص دوك يجوزني الحال، ما قدرتش تسمى كورسة كومبلي، وأنا نقول لهم أصحابي بلي مانيش قادر، هما كانوا يعاونوا فيا ويطلعوا لي المورال يقولوا معليش تقدر إن شاء الله. ختام الموجز الإخباري، شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.